بحضور سعادة الدكتور علي بن فضل البعينين النائب العام وسعادة النواف وسعادة السيد نواف محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أكد عدد من المشاركين في الملتقى العلمي السنوي الذي جاء بعنوان تطور التنظيم القانوني للضمانات في القانون المدني الفرنسي على أهمية توجه دول المنطقة إلى دراسة التجارب المقارنة للعمل على التطوير التشريعي والمؤسسي لكافة صور وأشكال الضمانات بما فيها ضمانات القيم المنقولة. وجاء الملتقى بتنظيم من قبل معهد الدراسات القضائية والقانونية بمملكة البحرين بالتعاون مع مركز دراسات القانون والعدالة في المجتمعات العربية بجمهورية فرنسا. نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية بمملكة البحرين ومركز دراسات القانون والعدالة في المجتمعات العربية بجمهورية فرنسا الملتقى العلمي السنوي والمؤتمر السابع للحقوقيين العرب الناطقين باللغة الفرنسية، وذلك لبحث تطور التنظيم القانوني للضمانات في القانون المدني الفرنسي. وسلط المؤتمر خلال جلساته الضوء على التطور في أحكام الضمانات العينية وأحدث التعديلات في القانون الفرنسي. لأول مرة البحرين تنظم مثل هذه الفعالية الهامة للناطقين باللغة الفرنسية وللمحبين للغة الفرنسية. هذه الفعالية التي أيضا يعني أحضرت معها خبرات كبيرة في مجال مهم وفي مجال حيوي نحتاجه ونستخدمه في مملكة البحرين. بتتمثل أهمية هذا المؤتمر اليوم اللي عنوانه تطور أحكام الضمانات في القانون المدني الفرنسي في اختياره الموضوع من الموضوعات المهمة جدا، وهي كيفية إقامة علاقة صحية متوازنة بين حقوق الدائنين والمدينين والضامنين، ودي واحدة من أهم الموضوعات اللي بتعزز كفاءة وتنافسية الأسواق في ظل الحقيقة عالم متغير في النشاط الاقتصادي والمالي. إنني سعيد بأن يكون المؤتمر يحمل عنوان دراسة الضمانات، لأن الضمانات هي أهم ما يتطلبه رجال الأعمال عندما يريدون أن يستثمروا في بلد معين، يريدون أن يكون عندهم ضمانات لكي يستحصلوا على رؤوس أموالهم وعلى ثمار هذه الأموال. ويشارك في المؤتمر العلمي لفيف من المختصين وممثلي عدد من البنوك ومكاتب المحاماة ومديري المعاهد القضائية الخليجية وعمداء وأساتذة كليات القانون والمحامين من مختلف دول المنطقة. موضوعنا كان اليوم يعني يركز أكثر على خصوصية التطور القانوني للضمانات في مجال الائتمان العقاري والائتمان المالي، وهي من الموضوعات المتخصصة في القانون المدني، فإلقاء الضوء عليها في ظل القانون البحريني وفي ظل القانون الفرنسي هتكون مخرجاته أكيد لها أثر فعال على سوق الائتمان القانوني، سوق الائتمان التجاري والقانوني في مملكة البحرين. الضمانات يهم جميع فئات المجتمع، يهم التاجر، يهم المواطن العادي، يهم المستثمر الأجنبي الموجود، ودائما دول الخليج طبعا وعلى رأسهم أيضا مملكة البحرين تسعى عندما تطور قوانينها تشوف الدراسات المقارنة الموجودة، وفرنسا من الدول القديمة في القانون. هذه المبادرة من معهد الدراسات القضائية والقانونية بإقامة هذا المؤتمر مبادرة عظيمة وتأتي في وقتها تماما لتطوير ما يتعلق بالنصوص الخاصة بقانون الضمانات المنقولة، باعتبار أن هذا القانون سيكفل حماية كبيرة جدا للاستثمار وللمستثمرين وللمتعاملين في السوق المالي بشكل عام. ويستعرض الملتقى خلال الجلسات جهود التطوير التشريعي الفرنسي في مواجهة تحديات حماية فعالية الضمان، إلى جانب بيان مدى كفاءة وفعالية الضمانات الشخصية في القانون الفرنسي. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.